اتمنى يطلعونا اياه، وهيك ابوي يعني والله العظيم حرام حرام، يعني ولد، يعني ولد ما يعرف أبوه، يعني أكبر جريمة. اعتقل عمي إبراهيم قوجعلي بسنة 2012 بداية الثورة على مفرق الشغر، حاجز للنظام، اعتقلوا وما بنعرف عنه أي شيء. عمي مزارع، ولا مظاهرة ما طلع. عمي مزارع بأرضه بذاته بنفسه، متجنب على العالم كلياته. يعني شو ذنبه هالطفل هذا يربى بدون أب؟ شو ذنبه؟ بس بدي أعرف شو ذنبه لهالطفل يربى بدون أب. ما حرام تحرموه من أبوه؟ والله حرام حرام. أنا وقت كنت ببطن أمي أنا ما كنت خلقانة على الدنيا، أبوي اعتقلوه وأنا ما كنت على الدنيا، وما لا بعرفه لا أبوي ولا بيعرفني. أنا ما بعرف غير على الصورة، لا أبوي ما بعرف غير على الصورة، ولا بيعرفني ولا بعرفه. أنا بتمنى هيك أبوي يطلع، طلعونا إياه مثل الأطفال هيك، أبوهم بياخذن على الملاهي، بياخذن بيشتري لهم. أنا بس ما عندي أب، بتمنى يطلعونا إياه، وهيك أبوي يعني ولد، يعني ولد ما يعرف أبوه، يعني أكبر جريمة. وين المنظمات الإنسانية؟ وين الأمم المتحدة؟ وين العالم اللي عم تطالب في المعتقلين؟ يعني لازم تطالعوا المعتقلين، ما بس عمي، يعني في كثير معتقلين، في كثير يعني اطفال ماتت، والنظام حابس ابوها ولا امها، وفي معتقلات كمان. نحن بنطالب المعتقلين، المعتقلات قبل المعتقلين. يعني طفل يعني بيريد يصيح كلمة يا بابا، ما عم يقدر بيصيح كلمة يا بابا. يعني احيانا بيقول انا ما حرام خلقت على الدنيا بدون اب.